من احلى الاشياء اللي وايد احبها وصدق احس ان بشرتي من اول يوم احطه، يعني احط السيرم على بشرتي احس بالنعومه ويبين نفس الوقت. راح اشرح لكم زياده. هذا سيرم طبعا 3 أمبولات، واللي يميزه اول شيء انه يحتوي على فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين بي، وماده الريتينول هي نفسها الفيتامين اي. انا صراحه سويت سيرش على ماده الريتينول طلع لها فوائد وايد، نظارة يعني حب الشباب وتجاعيد، وايد لها فوائد. اللي يميز هالمنتج شوفوا كيف سعنان صغير كيوت، ان المادة الفعالة تكون موجودة فوق يعني فرش، يعني انت يوم تستخدمينه اول شيء تسوينه مكتوب اضغط هنا سو بسم الله، فهو يباله شوي قوة فلازم نروح الجيم. سمعتوا طق انزين عشان تعرفوني انا قوية، فبس تضغطون هني فمن تسمعون شي شو خلاص المادة الحين انخلطت، فالحين المواد المركزة هني استوت داخل السيرم، فنبدأ باستخدامه. طبعا جدا سهل، نشل هذا الغطاء وبعدين نحط هذا الغطاء، طبعا هذا الغطاء ونستخدمه كل سهولة وأريحية. شو فوائد هذا السيرم؟ لا عدة فوائد، شوفوا المادة كلها نزلت داخل السيرم. طريقة استخدامه جدا جدا سهلة، مرة الصبح ومرة المساء. طبعا قبل ما تنامين تغسلين وجهك، يكون وجهك ما في ولا نقطة ميك اب، بعدين تحطين السيرم وبعدين تسوين مساج خفيف للوجه والرقبة، وبعدين احتمال انه من اول 3 أيام لين 7 أيام يكون في احمرار بسيط في البشرة على حسب نوع البشرة وعلى حسب سماكة الجلد. ارجع واقول مادة الريتينول نظارة وتخلي بشرتك صافية مثل الزجاج.